خير وإلى موجز أخبار صباح البلد. تواصل وزارة الصحة حملتها التنشيطية لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان في 10 محافظات تحت شعار حقك تنظمي، والتي انطلقت أمس وتستمر حتى 26 من أغسطس الجاري. يأتي هذا ضمن الحملات الدورية التي تجريها الوزارة في إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة وتحقيق رؤية مصر 2030. تسير شركة مصر للطيران اليوم 70 رحلة جوية داخلية ودولية لنقل 8660 راكبا لوجهات مختلفة، وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين. يستعد مجلس النواب الليبي لاستئناف جلساته اليوم لمناقشة جدول أعماله المعلق منذ أسابيع، حيث أوضح المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق أن الجلسة المرتقبة للمجلس سيناقش خلالها الأعضاء مقترح الميزانية المقدم بالإضافة إلى قانون انتخاب الرئيس. رياضيا، تقام اليوم 3 مباريات في إطار منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الممتاز، حيث يلتقي فريق أسوان مع المقاولون العرب في 7 مساء على استاد بتروسبورت، وفي التوقيت نفسه يلتقي بيراميدز مع الجونة على استاد خالد بشارة، على أن تختتم منافسات اليوم في 9 مساء بلقاء فريقي المصري البورسعيدي وسموحة على استاد الإسكندرية. نهاية موجز الأخبار، أعود مرة تانية لداليا ونهاد.